بسم الله الرحمن الرحيم. حفلنا الكريم مشاهدينا متابعينا الأعزاء على البركة والخير، التقينا وعلى الخير والمحبة نودعكم بعد هذا الشوط الختامي لسن الحقائق. طبعا البداية بالورد والختام مسك مع شوط المسك الشوط الخامس عشر، والذي ايضا الكل يبحث عن نقطة الختام. من هو سعيد الحظ مع نقطة الختام لسن المفاجآت وسن الحقائق والسن الصغير والسن السريع والسن المفاجئ دائما وابدا بالسباقات وبجماهيره الغفيرة والتي لا تعد ولا تحصى، مباشرة مع المركز الاول، مباشرة مع اهالي العين، مع صدارة الشوط جبارة عامر بن سعيد بن عامر. هنالك النيادي من يحلق الى مقدمة الشوط، الدور دور المركز الثاني الظبي سعيد بن صالح بن حمد المري على المركز الثاني. انتقل الى المركز الثالث والى غازية حيث غزت من دولة قطر الشقيقة وشد الرحال مالكها لأيضا يشاركنا هذه الفرحة العارمة التي ارتسمت في إمارة الشارقة وتحديدا في ميدان الذيد. هنالك وصل مع التحديات بهذه القوة محمد بن حمد بن راشد بن محمد العذبه المري، وعلى رابع الأسماء الوصول من قمرية. الله يا بندري، مسلم بن علي بندري المنصوري مع قمرية مع التحديات والإثارة. نيران وسعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع نيران، بينما هنالك اسم قوي قدم بكل قوة مختارة للسيد مبارك بن عبد الله بسويدان العامري على المركز الآن السابع وعلى المركز الثامن. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، يا أخوي الجمر يتأخر إلى المجموعة الأخرى وإلى هذا القدوم المميز هنالك، والتحية الكبيرة لمالك حضور السيد سعيد بن خليفة بن زهرة الخيلي مع التحديات، بينما هنالك التسلل القوي والملحوظ من مخزونة سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي على المركز العاشر. إذا عشرة أسماء، ولكن ماذا بعد العشر؟ أسماء قوية قادمة مع التحديات والإثارة. السيارة والمفتاح يلمع وبعض عيون التحدي تدمع دمع الفرح ودمع التحدي ودموع الدعاء بالتوفيق وبالفوز وبالانتصار. الله يا النيادي، الله يا النيادي، سق الله دارك يا النيادي على هذه القيادة وعلى هذه القوة جبارة. عامر بن سعيد بن عامر النيادي مع التحديات. المركز الثاني هنالك والتحديات مع القوة والإثارة. الانطلاقة مع المركز الآن الثاني، الوصول هنالك من غازية الواصلة محمد بن حمد الزعبي مع الإثارة والتحديات مع الزعيري هنالك والإثارة والإسلامي القادمة المنطلقة. المركز الثالث ياهي قوة ياهي إثارة، نيران وصلت نيران على المركز الثالث وعلى القوة والإثارة. سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، بينما هنالك قدوم من مختار عبد الله بن مبارك بسويدان العامري، والوصول أيضا هنالك من هذا الاسم القوي القادم بكل قوة مسيرة أحمد بن محمد بن دغاش بن محمد العامري ينضم إلى عالم الإذاعة، وهنالك وصول من مخزونة سالم بن محمد بن ضبيعة وكذلك أوامر محمد بن كردي بن طالب بن نخس العامري مع الإثارة. وصل بن دري وصل مع التحديات هنالك مع قمرية مسلب بن علي المصوري، ووصول أيضا من هذه الأسماء المنطلقة هنالك كواعب سلطانة بن حمود بن علي الجحافي ضيف عزيز شاركنا أيضا من ولاية المضيبي بالمنطقة الشرقية شمال. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى هنالك التحدي والإثارة. البتر النهائي، الله يا بن دغاش، الله يا بن دغاش، ما هذه الدغشة، ما هذا التحدي، ما هذه القوة، ما هذه الإثارة. هنالك مسيرة الحب والعطاء، مسيرة التحدي والإثارة. على المركز الأول محمد بن محمد بن دغاش العامري على صدارة الأولى، يا لها من قوة. المركز الثاني نيران،
سعيد بن حمد بن مبارك المهيري، ولكن ماذا وصل؟ ماذا وصل هنالك من الزاوية الأخرى؟ يبدو شعار برخيلة وشعار الخيالي، رجل الأمتار الأخيرة هنالك، والتحديات ضمن الإثارة. هنالك غازي محمد بن حمد بن راشد مع التحديات والإثارة. أعود هنالك إلى هذا القدوم الملحوظ والتحدي شواهين هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري على المركز السادس، ولكن أعود مع المقدمة، أعود مع المركز الأول. مسيرة مسيرة مسيرة، وكذلك مرضية محمد بن حمد بن مطر بن مايد الخيالي. أين الناموس يذهب؟ أين الناموس؟ أين السلامات تتجه؟ هل بن دغاشم هنالك بن مايد له الختام وله المسك والتحدي؟ الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا مرضية، مرضية لمالكها، مرضية لمالكها، مرضية لجماهيرها. انطلقت مرضية كالصاروخ إلى الرماح، كالصاروخ كالسهم إلى الأمام، سر إلى اليمين انعطف، إلى السلامات تقدم، وإلى هنالك الجو ارتفع عاليا وإلى الرماح غادر. سلام وتحية واحترام لمالك مرضية محمد بن حمد بن مطر بن مايد. المركز الثاني هنالك مسيرة أحمد بن محمد بن دغاش. المركز الثالث الوصول من حملول صالح بن فهيد وصالح المري. وفي المركز الرابع هنالك التحدي أيضا من قبل مخزون سالم محمد الضبيع. الكتبي في المركز الخامس نيران حمد بن سعيد بن مبارك المهيري، سعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع نيران. ما شاء الله، شوط قوي وشوط أخذنا بحماس وتحدي، وكان الختام مسك مع هذه المتحدية وهذه أيضا المرضية وأيضا المتحدية. لحظات الناموس، لحظات الفوز، 6 دقائق ثانية، 4 أجزاء. مرضية محمد بن حمد بن مايد الخيلي، تهانينا له الناموس، وسلام سلام يا ابو احمد على هذا الفوز. بينما المركز الثاني اللي قدمت عروض 6 دقائق 4 ثواني وجزئين من الثانية، فكانت التحديات ايضا والفوز والانتصار ايضا من قبل مسيرة اللي قدمت لنا ايضا مسيرة حافلة بالنواميس احمد بن محمد بن دغاش العامري. وفي المركز الثالث كانت التحديات ايضا 6 دقائق 7 ثواني و3 أجزاء من الثانية، كانت حملولة لصالح بن فهيد بن صالح المري. ايضا الضيوف الاعزاء الاشقاء يشاركوننا هذه ايضا القوة وهذا التحدي حتى الامتار الى النهاية. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اتمنى ان اكون وفقت في وصف المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس الكلمة.